إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه الأسماء الحسنى. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، معاشر المستمعين، من أسماء الله الحسنى الفتاح. قال الله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال تعالى: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومعنى هذا الاسم معاشر المستمعين أي الذي يحكم بين عباده بما يشاء، ويقضي فيهم بما يريد، ويمن على من يشاء منهم بما شاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته في بيان هذا الاسم وإيضاح مدلوله ومعناه، قال: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدنا وإحسانا من الرحمن. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في شرحه لهذه الأبيات: فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد، وفتحه تعالى قسمان: أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والثاني الفتاح بحكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام جميع ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم. وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه عليهم السلام ومخالفيهم، وبين أوليائه وأعدائه، بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم، وبإهانة أعدائهم وعقوبتهم. وكذلك فتحه يوم القيامة، وحكمه بين الخلائق حين يوفى كل عامل ما عمله. وأما فتحه القدري فهو ما يقدره تبارك وتعالى على عباده من خير وشر، ونفع وضر، وعطاء ومنع. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله. وقال رحمه الله: للفتاح معنيان، الأول يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه، ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وقوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة، وهذا في الدنيا بأن ينصر الحق وأهله، ويذل الباطل وأهله، ويوقع بهم العقوبات. المعنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها،
ويفتح لعباده منافع الدنيا والدين، فيفتح لمن اختص بلطفه وعنايته أقفال القلوب، ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم. وأخص من ذلك أن يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارا ساطعة وفهوما وأذواقا صادقة، ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب، ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون، ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون، وييسر لهم الأمور العسيرة، ويفتح لهم الأبواب المغلقة. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا معاشر المستمعين، كان رسل الله عليهم السلام يتوجهون إليه بطلب الفتح بينهم وبين أقوامهم فيما يحصل بينهم من الخصومة. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: قال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وذكر سبحانه من دعاء شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أي استنصرت الرسل ربها على قومها. وقيل: استفتحت الأمم على أنفسها، أي استعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه. قال ابن كثير رحمه الله: ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا. وقد استجاب الله جل وعلا دعوات رسله عليهم صلوات الله وسلامه بالفتح بينهم وبين أقوامهم بالحق، فجاء أمره سبحانه بنصر الرسل عليهم السلام والمؤمنين، وإهلاك أعدائهم من الكافرين الظالمين المعتدين. ومن فتحه سبحانه حكمه بين العباد يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، كما قال سبحانه وتعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أي أنه سبحانه يحكم بينهم حكما يتبين به الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل، والمستحق للثواب من المستحق للعقاب. ولهذا سمى تبارك وتعالى يوم القيامة بيوم الفتح في قوله: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، أي يوم القيامة الذي يحصل به عقابكم إذا جاء انقضى الأمر ولم يحصل لكم فيه إمهال ولم يكن فيه للتدارك أي مجال. معاشر المستمعين، وإن إيمان العبد بأن ربه سبحانه هو الفتاح يستوجب من العبد حسن التوجه إلى الله وحده بأن يفتح له أبواب الهداية وأبواب الرزق وأبواب الرحمة، وأن يفتح على قلبه بشرح صدره للخير. قال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال القرطبي رحمه الله: وهذا الفتح والشرح ليس له حد، وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ، ففاز الأنبياء بالقسم الأعلى، ثم من بعدهم الأولياء والعلماء، ثم عوام المؤمنين، ولم يخيب الله منه سوى الكافرين. وفي صحيح مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. فالرحمة والفضل والخير كله بيد الله، يفتح به على من يشاء وييسره لمن يشاء، فكل هذا من آثار هذا الاسم ومقتضياته. وإنا لنسأل الله
ونتوسل إليه بهذا الاسم العظيم، وندعوه بأنه الفتاح وبأنه خير الفاتحين، أن يفتح على قلوبنا بالإيمان الصحيح والاهتداء الكامل واليقين الراسخ، وأن يفتح لنا خزائن رحمته وأبواب كرمه وموائد بره وواسع فضله ونعمه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الأسماء الحسنى. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف.